هنتكلم فيها. يعني احنا انا عارفه ان حضراتكم بركه وسامعين كتير وعايشين اكتر مني، فايه اللي متوقعه انه لما اجي حد يسالني عايز ترتاح انا هنتكلم ازاي؟ نقول ايه؟ محتاجين ايه؟ ربنا اللي يريحنا. ماشي، التوبة والأبدية في مراحة. والقيم مع ربنا ترتاح. مش سامعة حضرتك. والقيم كل همكم عليه. خليك مع ربنا ترتاح. خليك مع ربنا ترتاح. حلوة خالص، حلوة. أنا اللي ترتاح. ملعون من يتكل على زرع البشر. جميل. جميل جدا. عايزة أقول لكم مفاتيح الراحة كتير قوي. بس كان ربنا بعت النهارده مفتاحين ثلاثة. فدول بيحلوا مشاكل كتيرة قوي في حياتنا بنقابلها. بلاقي نفسي ان انا في الكنيسة بقول كلام وبسمع كلام، وباقي في حياتي اللي بقابلها في بيتي او مع الناس او مع قرايبي او مع جيراني ببقى حاجة تانية. طب ايه اللي حصل لي؟ وانا عندي ازدواج ولا ايه؟ فربنا مديني زي مفتاحين ثلاثة كده، خلونا فيهم نعرف مع بعض. حد شايف الصورة دي؟ دي الصورة دي بتقول ايه؟ صورة مين؟ صورة ايه؟ واحدة ايوه صغيرة كبيرة. الاثنين مع بعض، طنط مسكتة. ايه؟ واحدة بائسة؟ واحدة بائسة؟ يعني واحدة صغيرة وواحدة كبيرة. بالظبط. طب الصورة دي بتقول ايه؟ بتقول انه مش دايما العين شايفاه في الاول، اول ما بتشوف الحاجه هي اللي بتكون كل الحقيقه. احنا عارفين الترنيمه كلها اللي بتقول اللي بتشوفه عينينا مش كل الحقيقه، مش كده؟ دايما العين البشريه اول حاجه بتبص لها، ودي اللي فينا احنا كلنا كبشر للاسف. ساعات لما بنشوف بعينينا البشريه بنحكم بسرعه، وساعات احكامنا ما بتكونش صح. لكن لما بندقق قوي اللي ركز قوي شاف انها بنت صغيره وممكن تنفع ست كبيره. يبقى انا محتاج، انا زي موسى النبي ما عمل، انه انا محتاج شويه بلاش اضحك، يعني احكم بسرعه واتسرع واقول حاجه اندم عليها، لانه ساعات الندم بيبقى اكتر حاجه بتتعبني في حياتي. يا ريتني ما قلت، وخصوصا لو بقول كلمه صعبه، لو بقول كلمه تجرح، لانه صدقوني الكلام اللي بيجرح بيفضل حتى بعد ما اعتذر عليه. عارفين القصه الصينيه اللي كان في اب كده حكيم كان عنده ابن شقي جدا، وكل اصحابه في المدرسه مش بيحبوه. قعد يسال عليه في المدرسه، قالوا له اونكل ده هو كلامه شديد، بيتكلم كلمات بتجرحنا بتضايقنا واحنا عايزين نبعد عنه. فقال انا يعني لو قلت له اوعى تتكلم مش هيبطل كلام، مش الموضوع مش بالامر. فعلمه حاجه، قال له بص احنا في الجنينه بتاعتنا في سور خشب، فكل يوم بتزعل واحد من اصحابك ويحكم عليك او يتضايق منك تعالى دق مسمار في السور ده. بعد شهر هنشوف السور شكله ايه. بعد شهر اتفاجئ طبعا ان السور اتبلى مسامير. فقالوا طب انا هديكم مكافاه كبيره جدا لو كل مره كل يوم في المدرسه صالحت واحد من اصحابك او حاولت تقول له كلمه كويسه. وقال له بعد كده تيجي تشيل مسمار واحد. فابتدى الولد يعمل كده، في مكافاه كبيره، فكل يوم في يعني متشجع. يوم بعد يوم ابتدت المسامير كلها تتشيل. فالاب خدته من ايده، شكلكم عارفين القصه. مش عارفينها؟ الاب خد الولد من ايده وقال له ايه؟ بص يا حبيبي برافو عليك، انت شلت كل المسامير. قال له اه يا بابا. قال له بس انت شايف ايه؟ قال له خروم، مكان كله مسمار في الخرم. قال له ايوه. انت ممكن تعتذر وتصفي بينك وبين صاحبك، لكن الجرح موجود جوه. عشان كده اكبر ندم انه حاجه بتوجعني لما اتسرع في الحب. فخلينا لو احنا النوع اللي بيتكلم بسرعه او بيندفع بسرعه، دي حاجه بتدينا من جوه حكم على الناس وحكم على نفسي. لان انا لما بجرح حد انا بتجرح، لما بشوك حد انا بتشوك. فخلينا نتعود انه انا عامل زي موسى، اميل وانظر، اهدى شويه اهدى شويه، وادي فرصه لنفسي. يعني علمونا كده واحنا بنتدرب ازاي نعمل تنميه بشريه عادي، انه طب ادي فرصه لنفسك ان شاء الله تعد من 1 ل 10، او بص في حته
الموقف اللي موجود، بص في حته ثانيه. صدقوني لو رجعنا نبص تاني للموقف هنلاقيه حاجه ثانيه خالص. فنفسي نعمل كده، لانه الوجع ده بيفضل في قلبنا حتى وانا قاعد بصلي، بيعمل صور بيني وبين ربنا. ليه؟ لان انا كيلت لاخويا كيل، كيلت لاهلي كيل، فالكيل ده بيتردني وربنا ما بيعرفش يكسر القانون بتاعه. فعشان انا اكون سبب راحه ابتدي انا بالراحه فانا هرتاح. خليني انا ما اكونش الشغل اللي بيشوك الناس، خليني اكون زي ما قال سيدنا بابا جنوده، في ناس اول ما تشوفهم تقول الله الدنيا بخير، وفي ناس اول ما تشوفهم تقول اللهم اجعله خير. فانا نفسي كلنا نكون من الناس اللي اول ما الناس تشوفنا تقول الله الدنيا بخير. دي اول حاجه. حد فاهم معنى الصوره دي ايه؟ هما اتنين قدام بعض، كل واحد مصمم ان اللي هو شايفه صح. في حد فيهم غلط؟ الاتنين صح مش كده؟ حد مختلف معايا؟ يعني الاتنين صح ولا الاتنين غلط؟ الاتنين صح مش كده؟ الاتنين صح. دي حاجه بتحصل معايا انا بقى لما انا بحتد مع حد، حد من عيالي، حد من قرايبي، اخويا، اختي، حد انا بعتني بيه ان شاء الله، حد بخدمه ونرمز لانه انا رايي صح. وساعات اقول لابني وبنتي انت لازم تسمع الكلام. طب ليه لازم يسمع الكلام؟ بالرب يعني ما نتناقش، ما يمكن انا صح وهو صح. ليه دايما انا بس اللي صح؟ ليه دايما احكامي انا اللي بس صح؟ ما انا صح واخويا صح. وخلونا دايما نقدم المحبه، الله دايما بيعمل كده. يعني دايما حتى كلمات المسيح، احنا هنتكلم على السامريه بعد كده، كلمات المسيح دايما بتبقى ياخد ويدي مع اللي قدامه. ما بيبقاش دايما الحديث اتجاه واحد، انه الله بيدي اوامر، بيدي وصايا، بيدي حتى لو وعود، لازم يبقى الموضوع بيني وبينه رايح جاي. المسيح بيحب كده، ربنا بيحب كده، يحب العلاقه الشخصيه رايح جاي. فيحبني انا كمان اخد منه ابقى شبهه. يعني لما اتكلم مع حد ليه توصل لحد الاحتداد والخناق وانت انا صح وانت تسمع كلامي وانا رايي صح وهثبت لك؟ طب وليه نوصل لخناقه؟ فنتكلم احسن وناخد وندي مع بعض ونوصل لارض. ممكن يكون هو شايف حته صح ومتمسك بيها وانا شايف حته صح، احنا الاثنين صح. علمونا مبدا اسمه وين وين. يعني ايه؟ يعني مش شرط ان انا ابقى انا كسبان واللي قدامي خسران. ممكن نكون احنا الاثنين كذبتين، مش شرط اللي قدامي يخسر، مش شرط ابقى انا حلو واللي قدامي هو الوحش. ممكن نبقى احنا الاثنين حلوين، حلوين جدا. والروح القدس يرتاح قوي في الكنيسه اللي مليانه محبه، القلب دايما اللي شايف اخواته حلوين، مش شايف ان انا صح واللي حواليا اقل مني، انا فيا كذا حواليا كذا. كتير اللي جوايا بيبقى عايز يتشفي منتي. فخليني ابتدي بكده، دايما اقول انا صح واللي قدامي صح. ندخل بقى على السامرية، بما اننا عدينا على اسبوع السامرية، حد السامرية، السامرية كانت شايفة نفسها ايه؟ خاطية، خاطية. في حد مختلف عنك؟ خاطية جدا. يعني واحدة خاطية في بلد خاطية. خاطية شديدة، يعني خاطية بجد، خاطية جدا. صح، هي السامرية كانت شايفة نفسها كده، لدرجة إن أفعالها نتيجة إنها شايفة نفسها كده، إنها دايماً بتيجي في حر النهار في الدنيا فاضية عشان هي مش عايزة حد يشوفها ولا تشوف حد. هي دايماً لا مرتاحة من نظرات الناس وحكمهم عليها، ولا هي كمان عايزة تشوفهم ولا تكلمهم، مش محتاجة تسمع رأيهم، مستغنية عنهم كمان. هي شايفة نفسها كده. طب أنا شايف نفسي إيه؟ ساعات بشوف نفسي انا حلو ووحش. يا رب انا كويسه معقوله، بس يعني مش كويسه قوي. يعني انا فيا الضعف الفلاني، بس طب اعمل ايه؟ طب يا رب انا واقع، طب اعمل ايه؟ انا كتير بشوف نفسي من عيني. فما باجي اقف قدام ربنا ما بصدقش ان هو شايفني كويسه. لو قال لي كلمه حلوه في وانا خاطي ما بصدقهوش. لا معلش يا رب، يعني انت اكيد مش واخد بالك النهارده انا عكيت الدنيا. يعني ما تقوليش يا حبيبتي كل جميله يا حبيبتي لسه في جاي، ما تقوليش. يعني لو قعدت في كنيسه وانا داخل قداس وانا اصلا ما
بتقضي يوم فيه خناقات وبتاع وداخل وابونا بيوعظ ربنا بيحبك بيحب كل الموجودين الا انا النهارده، النهارده انا مبهدله الدنيا. فكتير انا نظرتي في نفسي نتيجه اللي انا بعمله مش نتيجه ربنا شايفني. طب المسيح كان شايف ايه في السمرية؟ كان شايفها ايه؟ يعني واحده خاطئه يركعها عن خطيه صريحه صادقه ماشي بنته حاجه جميله جدا اه يعني هي مش اقل من اللي موجودين صح حلو قوي. هو شايفها مش خاطئه عشان هو صالح لسه مرنمين ايوه الهي صالح. هو شايفها مش خاطئه. اتفضلي. هي عايزه مساعدته صح؟ طب تخيلوا ربنا اتفضل. اه طبعا عشانها وعشاننا صح صح على فكره كلام كله وقع بتعزوني يعني. هو كان شايفها كارثه الحقيقه كارثه ونبيه. دي لو جبتها لحضني في يوم واحد هتجيب لي بلد بحالها. دي بنتي اه بس دي برضه كارثه ونبيه وعشان هي ليها عمل عظيم الابليس بيجربها بخطيه كبيره. دي عين المسيح. عشان كده انا تعودت ويمكن ده مفتاح راحه كبير. بلاش احكم على نفسي من اللي انا عملته ولا من ظروفي. خليني اقعد قدام ربنا اقول له انت شايفني ايه؟ صدقوني ربنا 99.9% اللي انا شايفاه غير اللي ربنا شايفه خالص. ساعات انا ببقى داخله وعيني مليانه انا متاكده من اللي انا شايفه. متأكدة من نفسي يعني أنت الكتاب المقدس بيقول كذا 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 وأنا كسرت دي. الكنيسة علمتني كذا وأنا كسرت دي. أنا مش زي الآباء بتوعي، مش زي الآباء القديسين، مش زي أجدادنا، أنا وأنا 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 وبدخل لمحضر ربنا وأنا حاسة إنه في حاجات كتيرة فوق راسي عمالة تبططني وتقعدني تحت. ومش مصدقة حاجة خالص وداخلة بقى في محضر ربنا. أنا بصلي ومش حاسة إن أنا مرتاحة. انا بصلي ومش حاسه ان انا ربنا سامعني. حاسه ان صلاتي دي مش واصله للسقف. اصل انا بين راسي وبين السقف في تلال في يعني ليفرز يعني مستويات. خطيتي بقى وطباعي واللي انا عملته واللي عملوه فيا والناس جرحتني وانا مش عارفه اغفر لهم وفلان عمل فيا وعمتي مش عارفه عملت ايه. كل ده فوق راسي. في الاخر ملكين كل همكم علي. ما انا رب انت شايف بقى وانت عارف. لا ربنا مش عايز انت شايف وانت عارف. ربنا عايز ان انا اجي ادلق له الحته دي واعلمه في كتاب مقدس كده. قال انه وقت ما ابن من اولاده كان الحرب شديده عليه قوي قوي فجه قدامه قدام محضره وقال له ايه؟ بص بقى الشكايات اللي بتقول بتتقال علينا بيقولوا علينا ان احنا مش الجيش بتاعه بيقولوا علينا ان انت مش الهنا ولا انت هتخلصنا بيقولوا ان احنا مش هننفع ان احنا ننتصر ولا 1%. انت ايه رايك؟ قال له كل حاجه. قال له حالته صح؟ وقال له حاله الجيش بتاعه وقال له الاعداء اشتكوا عليه قالوا ايه؟ وابتدى ربنا يقول كلام عكس الكلام اللي قاله ابنه صح؟ انا عارفه انتوا شاطرين وعارفين القصه بس انا عايز افكركم ان كتير لما بدخل قدام ربنا قدام محضره واقول له كل اللي انا شايفه انا شايفه يا رب كده بس خليني اقول انت شايفني ازاي؟ انت شايف الوضع ده ازاي؟ مهم جدا جدا. عارفين في فرق كبير قوي بين انه ان انا مثلا كل ما يطلع عليا حرامي اقتله او ابوظه كل ما ان انا اضرب غرفه القياده نفسها الغرفه اللي بتجيب لي كل الناس دي. ساعات ابقى فاكر ان انا بحارب مثلا خطيه الغضب او خطيه الكذب او خطيه النميمه وعمال اقطف في ثمار لكن غرفه التحكم مش موجوده. الغرفه دي هي ربنا شايف الموضوع ازاي. صدقوني مش بس شايفني انا ولا شايف خطيتي ولا شايف ضعفي شايف ظروفي ازاي شايف الضيقه اللي انا فيها دي ازاي هتحلها ازاي يا رب. صدقوني يعني انا اتعلمت حته حلوه من ابونا داود لما بيقول اما تجيلكوا الضيقه ما تقولوش يا رب شيلها. طب ما جابها ليه؟ خليك ناصح قول له اديني نعمتها. في الاخر اقول له ايه؟ انت شايفها ازاي؟ يعني انت سمحت بدي ليه؟ ما هو انا بلاش يبقى اقفز للاستنتاجات انا واقول له ايه؟ اكيد عايز تجربنا، انت اكيد عايز تشوف قوه ايماني. اكيد يعني اصل احنا بقالنا سنين مع ربنا وبنصوم وبنصلي، ما هو الصيام الكبير شطاره كبير، احنا بنعرفين كده يا رب، فبدخل له انا بالاجابات مقدما. هاخد حاجه؟
طب ما انت الهك مليان، يعني انت مش سايب لي حته اقول لك فيها كلمه. يعني انا بحس كده المسيح قاعد واحنا قاعدين قدامه وانا برغي بقى، يعني عاملين زي ماسكه التليفون وانا اللي بتكلم بعدين اقفل التليفون. بص يا رب اصل انا فيها كذا والموضوع في كذا، طب بص انت شايفها ما تخش من الناحيه دي. خلاص يا رب امين. هو كل شويه يقول لي طب اقول كده، طب انت طب اديني فرصه، طب انا هقول لك حاجه، مفيش، انا مش مديله فرصه انه ينطق. وفي الاخر طب انا مش حاسه ان ربنا بيكلمني. طب اهدى اقول له اتكلم، هيتكلم. ما كانش قال اطلبه تجده، يعني ما كانش قال طوبى للجائع والعطش الى البر لانهم يشبعوا مش بس ياكلوا لقمه. يعني انا مش بقعد بس عشان اتعزى، التعزيه دي بدايه الصلاه. بعدين اعمل ايه؟ هكلمك كتير قوي. يوم ابراهيم قعد وكان كل مشكلته ان هو يا رب انا عايز ولد. انحل من ربنا. وده انت يا ابراهيم بقى انا اللي قطعت معاك العهد على ذبيحه. ده انا اللي قلت لك بنسلك تتبارك جميع الامم وكل الشعوب. طب يا رب انا عايز ولد برضه. خلي بالك ان الولد اللي انت عايزه انا مش بس هديك ولد وتفرح بيه، انا الولد ده اللي في حضنك هيكون بالنسبه لك انت اول ايمان، والولد ده اللي بيه هتتبارك جميع قبائله. الولد ده يعني العهد اللي بيني وبينك هيكون الولد ده فيه. خلي بالك فكتير انا بقعد قدام ربنا بستنتج، لا ربنا ما يحبش دي وما يحب دي، بس ربنا برضه قال انه اطلبوا اولا ما يكون الله وبره هذه كلها تزاد لكم. فاحنا خلينا مركزين على ما يكون الله وبره وبننسى كلمه تزاد لكم. بننسى ان المسيح في يوم من الايام فرد وقت كامل عشان يشبع الجموع، خمس خبزات وسمكتين او قليل من صغار السمك خبزات معجزتين كاملين، صح؟ 5000 و7000 معجزتين كاملين. فرض وقت وفرض ما كانش قال ايه الوقت ده اوفره للوعظ، كان المفروض ان انا يعني مش معقوله كده، يعني انتوا المفروض كلامي يحييكوا ليس بخبز واحد يحيي الزر، فخليكوا بقى قاعدين واسمعوا بقى. لا عايز اقول حاجه انه اهم حاجه عندك لقمه العيش، انا مهتم انا كمان بيها فتفرق معايا. عشان كده حتى التلاميذ بتوعه لما جم في اعمال الرسل وما جه وقت انه في النساء اليونانيات ابتدوا يطلبوا انه الاكل بيغفل عنهم علشان يجبرهم ناس تخدمهم، قالوا ايه؟ احنا عايزين ناس مملوءه من الروح القدس. ايه ده يا رب؟ ايه ده؟ انتوا للدرجه دي؟ ده انتوا هتجبرهم اكل وشرب، انتوا هتهتموا بيهم حبه كده؟ يعني هو لازم تجبرهم ناس مملوءه من الروح القدس ويجي استفانوس على اولهم كده على جملتهم. ليه؟ لان احنا خدنا من المسيح ان الموضوع ده بيفرق معايا. صدقوني المسيح بيفرق معاه، انا هاكل ايه وبشرب ايه وخلي اسمي بيفرق معايا. مش بس هذه كلها تطلبها الامم ويلا احنا اهم حاجه عندنا الخدمه، وربنا بيفرق معاه قوي ان انا اطلب منه الخدمه، بيفرق معايا. بس بيفرق معاه كمان ان انا اقول له احتياجاتي وانا مصدق ان انت بتفرق معاك. لان هو اللي قال ان الجسد للرب. هو خلقني نفس وروح وجسد. وزي ما بيهتم بروحي ويشبعني ويديني جسد ودمه على المذبح ويديني ان انا اشبع منه في الكتاب المقدس، هو لازم يديني زي جسدي ده هو يهتم بيه. بس تعالوا بقى نقلب الايه، في فرق بين ان انا اهتم وربنا يهتم. صدقوني لما هو بيهتم بيبقى عجيب من كل الاتجاهات. لما اقول له اكلني انت، شربني انت، لبسني انت، انا مش فارق معايا، انا اخر الشهر انا مش عارف اعيش ازاي لاخر الشهر، بس ايه رايك نتبادل انت عايشني انت لاخر الشهر بطريقتك، انا الشهر ده مش هفكر اعيش ازاي، عايشني بطريقتك. خلونا ناخد ربنا في تحدي. ما هو قال ذوقوا وانظروا واطيب الرب، هو نفسه في العشره دي. على فكره دي مش حاجه تزعل ربنا، دي مش لا تجرب الرب الهك. لا تجرب الرب الهك بتيجي لو انا مثلا رحت مكان فيه خطيه واقول له اصل ربنا هيحافظ عليا، دي اسمها لا تجرب الرب الهك. لكن حته ان انا ادوقك يا رب، ادوقك، انا هرمي نفسي عليك زي ما الطفل اللي بيتحدف كده على ابوه، انا هرمي نفسي عليك الشهر ده، انا مش عارفه اعملها احسبها يمين شمال، مش عارفه اكمل الشهر ازاي، بس هحدفها عليك انت ونشوف هتيجي ازاي. نرجع بقى للسامريه. المسيح كان شايفها كارثه. طول حياه السامريه، طول الوقت اللي كانت فيه السامريه عايشه، هل كانت تتخيل ان ربنا شايفها كارثه؟ شايفها مبشرة ان هي هتغير بلد بحالها في يوم؟ مستحيل. عايزة اقول ان احنا كمان مستحيل.
شايفنا ازاي، مع انه الله شايف كل واحد واحده فينا مميزين جدا، كل واحد فينا حجر حي في بيت الله، ما ينفعش ربنا يستبدله بحد تاني. كل واحد فينا كل واحد فينا ليه مكان في ملكوت الله، ما ينفعش الحجر ده لو مش موجود هيبقى مكانه مفرغ. فانا مهم، انا مهم، ما ينفعش اقول انا جت عليا وانا هاجي ايه في صفوف القديسين. لا، انت هم لن يكملوا بدوننا، هم لحد دلوقتي اصحاب الشهود حوالينا بيشفعوا فينا وبيأذنونا بصلاتهم وبيسندونا جدا عشان شايفين قلب ربنا ناحيتنا شكله ايه، لكن احنا اللي مش شايفين. انا محتاجه اشوف ربنا شايفني ايه. ليه؟ عشان نكون مستنيه كلمه حلوه من حد. لا، ده انا شبعانه لان هو عمال يقول لي هو شايفني ايه. لو كل يوم ربنا بيقول لي هو هدفه من حياتي ايه وكل يوم بيشوفني شكله ايه، انا هنمو في النعمه وفي معرفته من غير تعب، من غير حاجه. اصل كتير احنا الناس عماله تسمعنا انت لازم تبقى كذا ولازم تبقى كذا، اصل احنا مش بزراير. لكن انا طول ما عيني عليه وشايفه اقوله انا نفسي اشوف نفسي من عينك انت، ونفسي اشوف فلان اللي انا مش طايقه ده من عينك انت، ونفسي اشوف الظرف الفلاني اللي تعبني ووجعني وجرحني من عينك انت، نفسي اشوف الحرب اللي عليا دي من عينك انت، اشوفها جايه لي منين ورايحه فين. صدقوني حياتنا تختلف 180 درجه لو سمعنا الكلمه التي من فم الله. دي كانت في اشتياق ربنا ما بيقول انه يحيى بكل كلمه تخرج من فم الله. الكلمه اللي بتخرج من فم الله دي بلاش انا اكون بستنتجها، لانه هو بيبقى مختلف تماما عن اللي في دماغي، تماما عن ذكرياتي، عن اللي انا فاكره، عن اللي انا شايفه في نفسي، عن ظروفي. اللي هو شايفه فيا غير اللي انا شايفه في نفسي. فخلينا نبتدي من دي، اقول يا رب شايفني. هي دي اللي بتقول انا شايف نفسي ازاي. ساعات انا كتير من كتر ما انا ما بحكيش كتير حتى في الرجال اكتر من السيدات، يعني احنا متعودين نفضفض مع بعضينا برضو وندورك، بس ساعات كتير انه بيكون شخص مش متعود يحكي بعد شويه بيحس انه غريب حتى عن نفسه. يعني مش متعود يقول انا حاسس بكذا، انا محتاج كذا. فحتى لما بيقعد بينه وبين نفسه بيقعد قدام ربنا بيلاقي نفسه غريب حتى عن نفسه. فخليني ابتدي انا الاول ان شاء الله اكتب انا شايف نفسي ازاي، شايف نفسي في عيني ازاي، والناس كمان شايفاني ازاي. اما بطلع ده قدامي، اما بقعد دي قدام ربنا واطلعها، بتفرق جدا، لان كل حاجه من دي ربنا بيرد عليها. على فكره ربنا مش واخدنا شعوة، ربنا يحب يتكلم معانا في ادق تفاصيل حياتنا. يعني يحب انه في الكلمه دي جرحتني، طب جرحتني ليه؟ الموقف ده تعبني، طب ليه؟ اصل ماجد لما جه كلمني بطريقه فلانيه فوجعتني، ما هو مش واخد باله بس انا واخد، يعني انا اللي اتوجعت. هو روح بيته نام وانا ما نمتش طول الليل، طب وجعتني للدرجه دي ليه؟ طب هو عايش حياته مش حاسس انه عمل مصيبه في حقي؟ وانا عماله ادورها في دماغي ده عمل وعمل وعمل، طب الموضوع ده كبير في عينيا ليه؟ فخليني اكتب ده لانه ده مهم، علشان ربنا بيحب قوي ان انا ادخل العمق معاه، ادخله. ما انا طول ما اللي جوه ده عمال الجذور بتطلع، الشوك بيطلع، بيدخل نور. خلوا بالكم ان احنا في ايام الصوم المقدس بالذات، الصوم ده بيعمل تغييرات جذريه في حياتنا. احنا بنسمع قادرة غير حياة روحية وبنعدي عليه مجرد في افكارنا، لكن ما تقوليش ده ان ازاي جذور في حياتنا تتقلع وتتغير تغييرات، ارجع مش زي ما كنت، ادخل الصوم زي ما قال البابا شوطة كده، ادخل منه واخرج مش زي ما اتعودت. فدي مهمة قوي. بتيجي ازاي؟ خليني ابقى حاجة عملية، اقعد واتكلم قدام ربنا الاول مع نفسي، اطلع واواجه نفسي واكلم نفسي، وبعدين احط ده قدام ربنا. يا رب انا شايف نفسي كذا، وانا شايف نفسي كذا، وانا شايف نفسي كذا، وكل حاجه من دي على قد وجعها وعلى قد تعبها، لان الحاجات دي عامله حاجز بيني وبين ربنا. عايزه اقول لكم انه كتير ربنا عايز يطلقني وعايز يستخدمني وعايز يجيب
يفرحني ويعوضني عن سنين فاتت. بنسمع كلمة الله لم تعوضات، بيعوض عن سنين فاتت، وأنا حاسة إن الكلام طب فين أنا من اللي بيتقال ده؟ لا، الله بيبقى عايز يعمل كده، بس المفتاح بتاعه اللي يدخل لي من جوه، ما بينفعش ياخدني على عسم، ما ينفعش الجرح اللي اتلوث وعمل ندة وقفل وريحته وحشة إنه يجي يقوم عامل عليه من بره كده إيه طبطبة ويخلص، لا، بيفتح الجرح، بيفتح التمر ويفتح كويس قوي، بس أنا أساعده. ماشي؟ فأنا شايف نفسي في حاجتين أهي، بتبقى يا إما عليا أنا اللي شايفة غلط، يا إما حاجات كتيرة حواليا كونت شفتي عن نفسي. هنحكي عنها بعد كده. أول كلمة عيون الناس. من واحنا صغيرين بلاقي بابا يقول لي اصل فلان اشطر منك، اصل بنت عمتك احلى منك، والاقي جارتي تقول لي ايه ده، ايه وحشه دي، اختك احلى، وكلام كلام الناس شافاني من وانا صغير وحكم عليا بكلام واتلبس جوايا ولحد دلوقتي جوايا، ومهما حاول عقلي يقتنع بعكس كده مش بعرف افلفص. ليه؟ لانه ما اتشافاش اصلا. انا محتاج تاني ان ربنا يدخل العمق لحياتي، لجذور حياتي، واقول يا رب انا تعبان، لان من وانا في المدرسه على فكره الروح القدس بيفرح بالحته دي جدا، لان هو بيجي الرب الشافي السبيل الصالح، يعني بيضمد. لما اجي اقول انا في اليوم الفلاني في المدرسه حصل لي كذا واتوجعت، ساعات طبعا لما بنكبر في السن بننسى الحته اللي كانت وجعانا، بس بتفضل وجعانا. الزرار يعني بيبقى هي عامله زي القنبله الموقوته، يعني الناس بعامل الناس زي الفل، ويوقع بالزرار ده لو داسوا عليه هنفجر وهتشوفوا وش تاني عمركم ما شفتوه ابدا. طب الزرار ده ما نفتحه، طب افتحه ازاي؟ ما انا نسيته. الروح القدس يعرف يفكرني. لما اقعد معاه قعده اسمها قعده الطبيب الشافي، ما انا بسمع عنه لكن ما اقعد بقى، اقعد وتبدي. طب اعمل ايه؟ يا روح الله انا مش عارف من وانا في بطن امي، اصل واحنا في الرحم على فكره بنتكون. ساعات ماما ما كانش ليها نفس انها تخلفني، بيجيني احساس بعدم القبول من وانا لسه في الرحم، لسه بتكون. قد عرفت عظامي زي ما داود قال له. داود كان فاهم هو بيقول ايه، ما كانش بس بيتامل في ربنا، لكن كان عارف انه حتى الوجع اللي اتوجعته من وانا في رحم امي هو عارفه. فبيجي ربنا اقول له اكشف لي يا روح الله، اكشف لي انا جوايا ايه. دي قاعده شفا، بس تبقى قاعده شفا بس من غير كلام في اي حاجه تاني. اكشف لي. يبتدي الروح القدس صدقوني بكل نعمه، بكل نعمه تتكون جوايا حاجات كانت حاصله لي من وانا صغيره، حاجات. ودي مهمه، لانه ليه بقول وانا صغيره؟ لانه كتير من اوجاعنا وتعبنا وجروحنا جاي من اللي احنا حصل لنا من الطفوله. بيتكمل بعد كده طبعا في المحيط المدرسه، وبيتكمل في محيط البيت، بيتكمل في محيط الكنيسه، بس بدايته طفولتي. فعيون الناس دي ماسكه معايا عاملاني زي شبكه، والشبكه مش عارفه افلفص منها، لدرجه انه كتير قوي كتير قوي ابقى نفسي اخدم، بس حكم الناس عامل لي مكتفني جايبني لتحت. كتير ببقى نفسي اعيش مع ربنا بطريقه معينه، بس حكم الناس جايبني لتحت. فليه؟ لانه الناس خدت مساحه في حياتي كبيره. طب هتتقطع ازاي؟ اصل الله يفك القيود، اصل القيود دي مش بتتفك فجاه، مش بعصايه سحريه، لكن بتتفك باعداد قدام الروح القدس الرب الشافي. تعالى يا روح الله كلمني. خلوا بالكم ان كنيستنا الام الواعيه علمتنا نكلم الروح القدس. احنا كتير بنبقى فقراء لما ما بنتكلمش معاه. لما احنا كل يوم بنقول له ايها الملك السمائي روح الحق الحاضر في كل مكان، كنز الصلاحات ومعطي الحياه، هلما تفضل حل فينا، طهرنا من كل دنس. احنا نفسي لو خدنا كل حاجه من دي واحنا بنتكلم عن الروح القدس، قوته بيبقى عامل زي قوه الديناميت. بيجي في حياتنا بقوه نار عمرنا ما شفناها قبل كده، براحه عمرنا ما شفناها قبل كده. بيجي يتكلم زي ما قال داوود كده، داوود بيقول له يا ابني الله اداني كل وصف الهيكل مكتوب على قلبي. طب عملها لك ازاي دي؟ مكتوب على قلبي يعني ايه؟ دي بنختبرها، ولاد ربنا يختبروها. لما ربنا يقعد معاك ويتكلم تحس ان في كلام عمال يتكتب على قلبك وانت مش عارف يتكتب ازاي. في كلام بيجي في ودانك، في حاجات بتفتكرها
كده من وانت صغير ولاقي كل ما طلع طلمه كل ما طلع وجع يجي راحه غير عاديه تتسكت بعديها، عامله زي زيت السمين الصالح ده زيت روح القدس. واحب القعده دي بقى، احب قعده العلاج دي. عايزه اقول لكم يعني اطباء بياخدوا بالالافات عشان يقعدوا مع ناس بس يسمعوا لهم ويدوهم حبه حاجات وحبه ادويه يقول لهم ربنا معاكم. لكن الله بيقعد معايا بيقعد يسمعني في نفس ذات اللحظه. اول ما الجرح يتفك بيجي الروح القدس يشفي، بخرج واحده ثانيه اقول الله مش انا اللي كانت لما يحصل فيا الموقف ده كان رد فعلي بيكون كذا؟ هو انا ايه اللي غيرني كده؟ اصل انت قعدتي قاعدة حلوة معايا وأنا حولتك، أصله مش هو اللي خلق قلبي؟ صح؟ هو اللي خلق عقلي مش كده؟ يوم ما حاجة بتبوظ في القلب ده ولا في العقل ده مين أكتر حد يعرف يصلحها؟ بالظبط كده. طب ما أنا أجيبه بقى بالعصب أقول له طب اتفضل بقى حضرتك أنت اديتني قلبي وعقلي اديتهم لي أمانة عندي وأنا وكيل عليهم، بس أنا بقول لك اتفضل اتفضل حلو اتفضل إمتى شوف. فانت ضد كلمه عيون الناس لان عيون الناس كتير قوي شكلت في اوجاعنا وامراضنا ورؤيتنا لنفسنا ورؤيتنا لربنا. اوعى تعمل كده احسن بابا يسوع يزعل منك. لحد دلوقتي حاسس ان انا يوم ما بعمل خطيه ربنا بيزعل مني ومش عارفه اصدق انه بيزعل عليا. احاول اقنع نفسي بس ما الخطيه بتكبر لا برضه بيزعل مني. لا يعني انا بجح قوي لما اقول بتحبني على ايه؟ لا بتزعل زعلان مني انا متاكد. ليه؟ اصل في حاجه اتغرست جوايا بتقول ان ربنا كذا. خليني اجي لربنا بالحاجات اللي شايفها عنه وشايفها عن نفسي واقول له تعالى انت صلح الصوره صلح الصوره. يوم ما جه سيد المسيح بكل جماله بكل بهائه تاج الخليقه جه عشان يقول للناس الله الاب بيحبكم مش اله بس مخوف تعبدوه ولو ما عبدتهوش هيجي لكم ويحط فيكم هتتعبوا. اصل كتير لحد دلوقتي في ناس بتقول كده لما بيحصل لها حاجه تقول اصل انا كده انا زعلت ربنا. يعني هو اصل يقدمني ما هو اصل انا احلى انه يقدم الاب ابنه. طب انت ليه بتستنتج؟ ما تقعد قدام ربنا وتشوف اللي حصل ده الاول ايه؟ ما يمكن يكون حاجه ثانيه غير اللي انا شايفها بعيني غير كلمه ادبك. يمكن عايز يوريني انا فيا حاجه وهو عمال يعيد الدرس 100 مره. ليه رب نفس الضيقه عليا انا بالذات؟ ما كل الناس حلوه، ما هو انت يا حبيبي لو ما عدتش تاخد الدرس وانا مش عارفه اعديه، لان انت لازم تدرس ملكوت السماوات، انت ابن سماوي، من يوم ما خرجت من جرن المعموديه وانت ابن سماوي، فيك الشينات بتاعتي. ابليس بقى قاعد يحدف عليك والناس تحدف عليك، العالم يحدف عليك، والذات تحدف عليك، عمالين يحدف عليك حاجات وانا عايزه ارفضك. عايز ترجع تاني بقى الى الكرامه، طب ترجع ازاي؟ تعالى معايا ساعدني. تعالى لو انت ما اصل هنا الله اداني سلطان والله ما بيعرفش يكسر قوانينه. الله اداني سلطان حتى على نفسي. فلازم ارجع اقول له يا رب خد الاناء ده اعمل فيه. اعمل فيه يا كذا، شكل فيه اناء ايه؟ ماشي. تاني حاجه الذكريات. كتير قوي حاجات بنعملها دلوقتي نتيجه حاجات وحشه حصلت لنا واحنا خايفين منها. مثلا بنقول كلنا بنقول اللي اتلزع من الشوربه ينفخ شاطرين. فكتير قوي احنا مواقف صعبه صعبه مرت بينا المواقف دي لحد دلوقتي بتخلينا نخاف نخطي خطوه او نخاف ناخد قرار او نخاف نتكلم مع الناس بالطريقه الفلانيه او اخاف اعيش بالشكل الفلاني واخاف اخاف 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 واجي اقول ايه؟ اصل يا ابونا انا ما عنديش ايمان. ابونا اب اعتراف يا عيني مسكين كل شويه كل مره يسمع اصل ما عنديش ايمان ومش عارف ربنا يديك يا بنتي. هيقول ايه؟ طب ما عنديش ايمان دي كلمه كبيره قوي. لان طب تعالوا بقى نيجي لربنا ونقول له ايش في ذكرياتي المره الباد ميموري اللي عندي، عندي ذاكره سلبيه هنا اوض كتير محطوط عليها بالماينس سواد ومحطوط عليها غلط. اوض كتير يا رب عدت عليا وانا عديتها. اصل اللي يقول لي كبر يقول لي انسى واللي يقول لي يا عم فوت وانا عمال افوت وفاكر ان التفويت ده روحي. التفويت ده مش روحي. التفويت ده يبقى روحي لو انا قعدت بيه قدام ربنا وشفت الموضوع وقعدت. لكن لو هو دخل في اللاوعي وما بيعديش مش روحي. بيفضل جوايا واجعني وعامل زي خرم المسمار بيلملم. كل ما حد يعدي ويخبط فيه يوجعني.
وجع على وجع على وجع، بيلاقوني انفجرت في اتفه حاجه وهم مش عارفين وانا مش عارفه برضه انفجرت ليه. لا اصل في حاجه جوه، ذكريات جوه محتاجه تتشفي. فجي وقت دلوقتي انها تتشفي. المسيح لما قابل السامريه شفى لها كمان ذكرياتها مع خطيئه، شفى لها ذكرياتها مع نفسها، كم مره وقعت، كم مره اتجرحت، كم مره اتقال عليها، لدرجه انها ما همهاش الناس تقول عليها ايه لما خرجت تقول طب ايه اللي فكك قوي كده، ده انت كنت متربطه بكلام الناس وعيون الناس بشكل. لا، ما المسيح شفاني ذكرياتي. فالمسيح بيعرف يشفي الذاكره، يعرف يديني زي ايه، حاجه ممسوحه كده بيضة جوه، يديني على كل بول عوضا عن خزيكم ضعفان. يعني ايه؟ يعني كل موقف انت اتخذيت منه ليه تعويض من ربنا ضعفين. طب حاجه حلوه قوي، طب ما انا اقعد بقى واحكي كل مواقف خزي اتخذيت فيها من وانا صغير. مستر قال لي في المدرسه مش عارف ايه، مدرس لطشني بالقلم، حاجات خزي جرحتني وجعتني علمت فيا. الحاجات دي محتاجه هو يعدي عليها يشفيها، لانها دي اللي بتسبب لي بعد كده الحواجز اللي بيني وبينه، وبتخليني مش عارفه خطي خطواتي. لا، هو عايز يفرد لي ناحيتي، عايز يخليني ليا ناحيتي، عايز يخليني خفيف، عايز يخليني اول ما اقول بسم الاب والابن ادخل قدام عرش النعمه. بتحصل؟ بتحصل صدقوني. انا اتمنيت قوي وقت ما سمعت عن بركه امنا اليني، كانت بتقول لواحده راهبه كانت معاهم جديد، هم متعودين لما يقفوا يصلوا في القداس يعني بيقفوا بترتيب الاقدم فالاحدث فالاحدث، فاخر حد راهبه حديثه بتبقى في اخر صف. لكن اللي بيشوفوه كلهم بيشوفوه كل، مش حد واحد بس. فكان في نعمه وبركه للدير ده، ان اول ما ابونا يفتح ستر الهيكل يكون قدام عرش النعمه. من هنا على كرسي المسيح على طول. فجت واحده راهبه جديده لسه مش متعوده على البهاء والمجد ده، جري على امنا قريني سابت من اخر صف لحد اول صف، امنا امنا الحقيقه انا شايفه ربنا. في منتهى الوقت لها، يا حبيبتي ارجعي مكانك، اصل انا متعوده على ده، الملك وبهائه تراه عليك. ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوه دي؟ طب دي عملتها ازاي؟ مش عشان يوم بليله، لا دي قعدت معاه ايام كتيرة يشفي ذكرياتها، يشفي حاجات في حياتها لحد ما ابتدت تشوف الملك ببهائه. ده لينا كلنا. يا ريت ربنا يفتح علينا ونشوف الملك ببهائه، ونشوف سحابة شهود حوالينا واحنا في القداس محاوطانه وبيصلوا لينا، بيقاسلونا وبيصلوا معانا لأن احنا في نعمة وفي مجد. بنشوف ملائكة بتحسدنا المجد ده، أنا عمرهم ما هياخدوا جسد المسيح ودمه، لكن هما شايفيننا. فعناية بتتبدل، رؤيتي بتتبدل، بس خليني اساعد ان ربنا يشفي ذكرياتي. اخر حته ضعفاتي، ودي قلناها لما السامريه لما شافت المسيح ابتدت عينيها ما تشوفوش من عندها هي، عماله تقول له انت نبي، انت نسكت فين، نصلي فين، اصله هي قعدته خلتها مش عارفه تشوف نفسها. دي القعده اللي مع ربنا بجد. لو انا بقعد مع ربنا كل دنيتي انا عينيا بص على ضعفي وتعبي وعمال ان انا من ضعفاتي، بس مش شايف الاله ده اللي بيغير ده اللي بينقل ده، تعالى قول له رب اكشف عن عيني، شيل القشور اللي من على عيني، خليني اشوف مجدك. احنا بنرنم ده كتير وبنصلي ده كتير، خليني يا رب اشوف النور بتاعك. احنا على فكره اللي بيصلي صلاه باكر دايما بيصلي للنور، مش كده؟ اللي بيبتدي يومه بصلاه باكر يومه كله بيبقى منور، بس يعني تشوف كده ويصلي بقلبه كده. ان ايها النور الحقيقي الذي ينير لكل انسان، كل انسان ما استثناش حد. لما اقول له كده انت النور يا رب، انت النور، كلك نور، انت كلك نور. فانت تيجي على الضلمه بتاعتي تنورها. انت تيجي على، انا مش هعرف اتنقل من ضعفي لقوتك، لكن انا وانت قدام ضعفي، انا وانت قدام خطيئتي. انت مش شايفني ضعيفه، انت شايفني بنت للملكوت. من ساعه ما اتولدت في جر المعمديه ربنا مش متفاجئ بضعفاتي، عايز اقول لكم. يعني هو مش متفاجئ ان انا وقعت في الوقعه الفلانيه، لكن هو يتفاجئ قوي لو انا خبيت عنه بورقتين تاني وحاولت اخبي ضعفي واقول له ايه؟ ما يا رب ارحم. طب ارحم ايه؟ يا رب ارحم. طب ارحم ايه؟ يعني قول لي اعمل ايه؟ اغيرك، هنقلك، كل ما اظهر فهو نور، كل
كل ضربه في حياتي تخرج تبقى نور. خليني اقول ضعفاتي زي ما هي، بلاش حتى من كتر ما ببرر للناس ببرر قدام نفسي وبرر قدام ربنا. خليني اقول ضعفاتي زي ما هي وافك. التوبه بتفرح. حد كان مبارك هنا قال التوبه، التوبه بتفرح ليه؟ لانها بتبقى غسيل، غسيل بتبدل، بخرج من ضربتي لنوره، بخرج من رباطاتي لفكته هو، بخرج من تعبي ورجلي اللي محطوطه على الارض الثقيله دي لطيران في السماء. خلي بالكم انتوا يعني ماشيين على سكه مشيها اجدادنا، ده احنا يا بختنا، ده احنا في ناس كتيره مهدت السكه دي. فخلينا نكمل في سكتهم، خلينا نكمل سكه المجد ده، سكه المجد السماوي. الناس دي كانت شايفه المسيح بعينين صح، خلينا نشوفه زيهم. اطلبوا، لو انا مش قادر ابقى لوحدي اطلب الشفيع بتاعك، طب اقف صلي معايا. عجبني قوي مؤمنه قايله لما كانت لوحدها بره وفي العنايه المركزه وفي بلد بره ومش عارفه هي متعوده تصلي مع اخواتها، فمفيش حد. فقلت لها مؤمنه العذراء قالت لها طب انا هقف اصلي معاكي. وجت مؤمنه العذراء تتكلم وهي نفسها قالت، مؤمنه العذراء كانت بتقول كده، ابني والهي، ابني والهي. وتعزت اصلها وقفت مع شفاعتها تصلي. طب لو انا مش حاسس وتعبان وحاسس بضعفي قوي، ما اطلب شفيعك، تعالى اقف معايا صلي معايا. هو ليه انا شفيعي بس يبقى موجود عشان اخلي المواصلات حلوه واجيب لي لبس العيد وكل ده؟ بالعكس، ده شفيعي يحب قوي قوي ان اقول له اقف صلي معايا. اصل السماء بتتفتح وبيشوف بقى حاجات، لان هو اصلا بيصلي لي نعناية الفتح. فيوم نعناية الفتح يعني يا فرحته، عشان انا كمان يوم ما اخدم حد اصلي له نعناية الفتح وتبقى دي فرحتي. فربنا عايز ينقلني، ربنا مش عايزني افضل كده، ومش عايزني انا اللي افك نفسي، اصل انا احاول اصلح نفسي مش هعرف. لكن يوم ما احتاج جحش مع يعني للاسفه محتاج لمنفذ انها يستخدمها، قال حلوه حلوه، قولوا السيد يحتاج لي، ربنا محتاج لي فهو اللي هيحلني. ويوم ما ابونا بينفخ فيا يقول لي الله يحلك، الله يحلك، انا بتحل. بس خلينا ابقى صدق كده ان الله يحلني من ضعفاتي. الله بيعمل معجزات في الضعف ويخليه هو، وبيعرف يغير، ولحد دلوقتي بيغير، غير نفوس كتيره قوي. لو عينينا تتفتح ويشوف غير نفوس كتيره. خليني اكون انا منهم، ابدا فيا انا، خليني اكون انا منهم. الهلب دي اللي انا بقول عليها، لو انا مش عارف اشوف نفسي، لو الدنيا ملخبطه عندي، خليني اقعد مع انسان روحي، شخص روحي عنده كشف روحي، حد ربنا بيتكلم الروح القدس على لسانه، واقول له اديني يعني تعالى نقعد نتكلم ساعدني. بلاش نتوقع حوالين نفسنا. وكتير انا نفسي اخص اكتر اخواتي وابائي الرجال، لان كتير هم بيعز عليهم يتكلموا ويقولوا انا موجوع من كذا، انا تعبان من كذا. لا، انا محتاج مساعده، انا محتاج حد يساعدني ويطلعني فوق. انا محتاج اتكلم مع حد يشيل عليا، اب روحي، يعني حد روحاني كتير فارق معايا، مرشد روحي، حد ربنا بيكشف عن عيني. انا محتاج مساعده. خليني اقول كده، ساعد نفسي واطلب مساعده. وعايزه ااكد تاني، شفيعك وشفاعتك، اطلب مساعدتهم، اطلب مساعدتهم. السماء بتتفتح على الارض. عايزه اقول ان البابا كرولوس كان ايه اكتر حاجه كانت بتدفعه انه يعمل قداس كل يوم، كل يوم، حتى في عز ما كان موجوع وتعبان معين ومشاكل الدنيا في قروسه. ليه؟ لانه كان بيدي للسمائيين اللي هم حاضرين معاه في القداس كل واحد مهمه. ابو سفين ليه مهمه، مريمينا ليه مهمه، بربره ليه مهمه، الحق يا بنتي يا دنيانا الحق اعملي كذا. كان بيدي السمائيين مهمات، ما دول كانوا سر قوته. عشان كده كان بيفرق معاه قوتكم في القداس، لان السماء تنزل على الارض والارض بتطلع على السماء، ما بقاش في حاجز. فاطلب شفيعك وقول له كده، تعالى صلي معايا، تعالى اعذرني، اوعى تسيبني لحد ما اوصل لسكتي، اوعى تسيبني. هتفضل تصلي لي، انت قدام عرش النعمه دلوقتي، هتفضل تصلي لي. امسك في شفيعك صح. قوه ما بعدها قوه، لو طلبت شفيعك في حياتك الروحيه تبقى حاجه ثانيه خالص. اخر حاجة ونفسي اقولها، لانه احنا كتير بنسمعها بس انا سبتها للاخر لان دي البهجز. كلمة ربنا هي النور. كلمة ربنا اصدق من اي حاجة. كلمة ربنا بالذات هي اللي بتقول
بتوريني نفسي وهي بتكشف لي نفسي، بقول لك هي كاشفه لمفرق النفس والمفاصل. بس كتير مننا الكلمه ما بتعملش معاه كده لان هو ما طلعش اللي جواه الاول. حد التاني التشبيه ده وفرق معايا جدا، وبعديها بقيت لازم اطلع اللي جواي قدام ربنا. قال ان الشمس وهي طالعه وانت جوه بيتك وقافل شيش وازاز وبلكونه وكل حاجه، انت حاسس بالشمس؟ طب لو فتحت طرفه صغيره كده وركتها وحته من الشمس طلعت، يبقى حته على قد اللي انت فتحته بس، مش كده؟ لو فرقت بقى كل الشيشان والبلكونات والازاز والله النور دخل. عشان كده ما تخافش تفتح جواك، طلع اللي جواك. وقبل ما تقعد مع الكتاب المقدس افتح انت نفسك قدام ربنا عشان النور يجي على الهويه ويبتدي ربنا يتكلم. وخلوا الكلمه دايما مش للتحليل، ده مش هاخدها اصل دي هتنفعني بس ان شاء الله لما احضر قداس وهبقى في السكه الفلانيه، طب اكمل الصوم بتاعي وان شاء الله هاخدها على الاسبوع القادم. بلاش نحلل. ربنا ادهاني النهارده الكلمه دي ليا النهارده، وادهاني انا بالذات مش صدفه، لان هو فاهم، لان هو حكيم، لان هو عارف كل حاجه. فخليني اقول له كلمتك انت اصدق مني، كلمتك انت، ليكن الله صادق وكل انسان كذب. انت عارفني، عايز اقول اللي يحس او اللي يتوب، كلمه ربنا ازاي ليها سلطان تحيي الموتى بجد بجد. السيد المسيح لما قال تاتي ساعه وهي الان حين يسمع الاموات صوت ابن الله والسامعون يحيون. كلمه ربنا فيها قوه حياه غير عاديه غير عاديه. ما كانش ابائنا علمونا حته اللهج، يعني ايه الهج؟ يعني اقعد اقرا نفس الاصحاح حتى من غير تامل، اقرا كتير اقرا كتير اقرا كتير، يحصل ايه؟ النور بتاع الكلمه بتاعت الكتاب المقدس تدخل جوايا تفهمني الله في ايه؟ الله بيعمل ايه؟ اتعلمت تدريب روحي حلو قوي. كانوا بيقولوا انه في الدير كانوا بيدوا كل اب يعني من الاباء ايه يفضل يقولها، ايه واحده قاعد في قلايته رايح جاي يقولها 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 يقولها, يقولها لحد ما النور بتاعها ينفكر يلاقي كنز. ما احنا اصلا اسم الكلمه كتاب مقدس اسمه الكنز ليه؟ مغفر، كنز مغفر. طب انا مفتاح الكنز فين؟ في الروح القدس اللي كتبه. طب انا اعمل ايه؟ تعالى يا روح الله، تعالى فهمني الكلمه، تعالى عيشني الكلمه. ناس كتيره قالت الكلمه اللي فيه اتنقل للمزود، اللي فيه اتنقل للجلجوسه، اللي فيه اتنقل على في حته ثانيه، عاوزه للسيد المسيح. ما دي قوه الكلمه، اصل الله غير زمني وغير محدود مكان، مش كده؟ لما بقرا كتاب مقدس، كتاب مقدس بالذات بالذات مش اي كتاب تاني، دي قوه كتاب مقدس، ينقلني للحدث كاني اعيش فيه بالفعل. ودي كلمه اصنعوا هذا لذكري. عشان احنا بنفتكر في القداس ذكرى، لا، حته اللي ينقلني للحدث كاني عايش فيه بالفعل بالروح القدس بقوه الروح القدس، واشوف يسوع اتعامل مع الموقف ده ازاي، اتعامل مع الست دي ازاي، كلمها ازاي، اشوف دانيال ازاي كان احساسه في كب الاسود، ايه اللي حصل؟ ما انا اتفتحت على الكلمه، انا الكلمه دي دخلت جوايا، سكنت جوايا، مش بس غسلتني، ما احنا بنحب الكلمه اللي بتغسل، صح؟ وبفرح قوي باللي بيقول مزامير كتير يومي، وبقول وبوصي بناتي على فكره، اوعى تسيب مزاميرك كل يوم، لان المزامير دي قوه ما بعدها قوه، مش بس غسيل، لكن قوه بتفتح السماء، بتفتح روحك. لكن انا عايزه اقول ان كلمه الكتاب المقدس هي اللي هتديني راحه غير عاديه، بس انا افتح ينابيعي عليها، افهم ان الكلمه دي الكتاب المقدس ده مش زي اي كتاب، دي قوته من قوه اللي كتبه، قوته من قوه اللي نطقه، من قوه صاحبها. الكلمه دي قوتها من قوه صاحبها، ومين صاحبها؟ اللي خلق الكون. مين صاحبها؟ اللي جامع الريح بايده. مين صاحبها؟ اللي الكلمه قال البحر افكم والريح تسكت وريح أفكم. خلاص دي قوه الكلمه اللي لحد دلوقتي موجوده. انا مش هشوف كلام اسود على صفحات بيضاء، لكن انا هشوف قوه غير عاديه من الروح القدس بتنقلني نقله ثانيه بالسماويات. كتير بقول انا بتحارب حروف ذهني جامده، انا بقعد بالليل افكر كل يوم الدنيا تيجي على دماغي. طب ما انت خرج ده ودخل كلمه الله، افضل اقرا كلمه حتى من غير تامل، اقرا كلمه. احنا في الصوم المقدس بيبقى فيه تدبير روحي، قانون روحي، ان انت تقرا اصفار بحالها. والاصفار دي ليه؟ علمونا نقراها ليه في الاوقات دي؟
لان السماء بتتفتح في الوقت ده، بتديك قوه قوه قوه، سلطان، حياه بيحصل فيك، بتلاقي نفسك قمت كانك واحد تاني. طب التغيير ده حصل امتى؟ مش مشكله امتى. انت قابلت السيد، انت اتعاملت مع اله الكون، انت اتعاملت مع ملك الملوك ورب الارباب، مش هتتغير؟ هتتغير. عينك هتشوف حاجه تانيه وقلبك هيتغير ويتحول. ما هو اللي جاور السعيد بيسعد، مش كده؟ انا مجاور الله كل النور. عايشني بقى في عشره ملائكه وقدسين، عايشني في السماويات. يعجبني قوي رومين قريني لما كانت بتقول لما كنت قابل الانبا مكاريوس ما كناش بنتكلم عن مشكلات الخدمه اللي بتقابلنا، كان كل حاجه في السماويات. هما كانوا من السواح فكانوا في حته تانيه، بس كانوا فرحانين بحاجه اسمها السماويات. الناس دي قدسين معاصرين، احنا مش بنتكلم عن حاجه من الاف السنين، بنتكلم عن ناس ضاقت واحنا محتاجين ندوق. انا مش هقول هوصل ليهم طبعا، مباركة ونور لكنيستنا، لكن انا بقول ان دي دعوه ليا ان انا ابقى ابن للنور. ما انا بصلي كل يوم بقول له ايها النور الحقيقي ما خلينا اولاد نور، وانا ازاي ابقى ابن نور وازاي ارتاح والكلمه المقدسه مقفوله، كتاب مقدس مقفول، مجرد بقرا اصحاح عشان انا لازم اقرا كاتمارس كل يوم متعود. طب خدت ايه بقى؟ شبعت بايه؟ ده احلى حاجه في وقت الكاتمارس في الصوم الكبير ده انه مليان نبوات ومزامير والبولس. قريت شبعت، قعدت قدام الكلمه نورت في عينيك، دخلتها جواك. اول ما تخش هتطلع واحد تاني خالص. دي سكه الروح. طب ندخلها ازاي؟ حلو قوي، حلو قوي. انا قلت بس هعيد تاني، تسكن الكلمه بالبساطه كده ان انا اقرا كتير اصفار، افضل اقراها اقراها حتى من غير ما اقف اتامل فيها. ده وقت بس قرايه الكتاب المقدس. تاني وقت، الوقت اللي فيه بكشف نفسي، بطلع اللي جوايا، ويبتدي الله اقول له رد، مش هسيبك الا لما ترد. ولما يرد ما اخدش الكلمه واتعزى بيها واسكت واقفل وبقيه اليوم مش معايا. وصيت ربنا قال اكتبها، ان شاء الله صورها على الموبايل، ان شاء الله اكتبها قدامي على الدولاب، احطها على الثلاجه، وافضل رايح جاي اقولها طول اليوم، اقولها طول اليوم، اقولها. تسكن، تنزل من هنا على هنا، وما تنزل هنا هتبقى مخارج الحياه. اللهج، اللهج، التكرار، وان انا اقعد اسكن اخلي كلمه كتير. يعني عايزه اقول ان احنا طول اليوم بنسمع كلام كتير في ودنا، صح؟ طب ما خليني وقت اسمع كلام الكتاب المقدس، يعني وقت اديله مساحه يدخل هو بقى. يعني انا سمعت كتير من ودني، ما خليني اسمع بقى منه هو، مش عايز اسمع وعظ. الوعظ لوحده بيريح دي حاجه، لكن الكتاب المقدس دي حاجه ثانيه خالص. وصلت؟ انا مبسوطه جدا من صباح الذكريا. فعلا اللي عنده مشكله، انا مش عايزه اقول حاجه مش بتحصل، يعني انا عايزه حاجه، يعني حاجه عمليه. يعني انا جربت ده وما حصلش، او انا نفسي اوصل لده بس حاسس انه بعيد. الكلام بعيد؟ الكلام بعيد؟ اعيش بيها، اعيش بيها. حلو ان انا تاني هاكد تاني، لازم اتفتح على ربنا. انا اعيد كلام تاني، لازم اطلع ضعفي، اطلع نظره الناس ليا، اتفتح على ربنا. حد عنده سؤال تاني؟ ليه لا انا تاني؟